السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم لأولى حلقات برنامج راست الخاص بكأس آسيا. مع بداية العد العكسي النسخة 17 المقررة مطلع العام المقبل، تكثفت استعدادات المنتخبات المشاركة وبدأ مع المدربون بوضع اللمسات الأخيرة. في هذا البرنامج نرصد على طريقتنا آخر الاستعدادات ونقرأ الأماني والحظوظ مع ضيوف على علاقة بالدائرة الضيقة لكافة المنتخبات. إذن ضربة البداية اليوم ستكون مع نشام الأردن ضيفنا الذي سينضم إلينا بعد الفاصل، الصحفي محمد العياصرة المنسق الإعلامي المنتخب الأردني. أهلا بكم في رصد النشامة. بطموح مشوب بالحذر يغادر منتخب الأردن العاصمة القطرية الدوحة لتسجيل مشاركته الرابعة في بطولة كأس آسيا. منتخب النشامة يختتم معسكر المغلق في الدوحة يوم 29 من شهر الجاري، يشارك في البطولة وسيل من المخاوف بدأت تتسلل إلى الجماهير بعد إخفاقين وديين أمام قرغستان والأدعم على التوالي. صحيح أن الحكم على الوديات لا يتطابق مع الواقع، لكن يبقى القلق يساور الجماهير بانتظار تصحيح الصورة. إذن أهلا بك أستاذ محمد في برنامج رصد. عندنا الكثير من الأسئلة صراحة الجماهير الأردنية، الله يعينك على إجاباتها اليوم، راح نشوفها أكيد. ونبدأ مباشرة باستعراض الفقرة الأولى مع صحيفة الرأي الأردنية، نشوفها. النشامة يترقب مشاركته الرابعة بكأس آسيا بطموحات أكبر، في الصين 2004 كانت البداية، بالإمارات 2019 حلم يستمر لما لا نهاية. تقرير الزميل لؤي العبادي من صحيفة الرأي الأردنية. أستاذ محمد، هل يمكن نتحدث عن طموحات أكبر نقول من المشاركات السابقة؟ نبي عنوان للمشاركة هذه 2019. والله حقيقة يعني بكل صراحة المنتخب الوطني الأردني جاء نحو دوحة ويتطلع للإمارات 2019 من أجل مشاركة حقيقية تجسد تطلعات وأحلام الشارع الرياضي في الأردن واتحاد كرة القدم. يعني إذا ما كان لدينا طموح إن نوصل لأبعد مما حققنا، فأعتقد أنه ستكون البداية من بدايتها ستكون انطلاقتنا سيئة. لكن لا، على العكس، إحنا بنتحدث عن طموحات عالية وعالية جدا إن شاء الله. يعني رغم النتائج اللي تحققت والنتائج السلبية في معسكر الدوحة كما ينظر لها البعض، لكن شخصيا نرى أنه الخسارة في هذه المرحلة أفضل بكثير لنتوقف عندها ونعيد الحسابات، وإن شاء الله تكون كأس آسيا كأس آسيا. أفضل مشاركة لكم كانت في 2004 مع المرحوم الجوهري، بنشوف نفس المنتخب ولا صعبة؟ لا، هو ظروف مختلفة، الظروف مختلفة، الأسماء مختلفة، باستثناء عامر شفيع اللي من المشاركة الأولى ما شاء الله حتى المشاركة الرابعة، لكن الظروف مختلفة، الأسماء اللاعبين مختلفة. منطقيا احنا نكون واقعيين، المنتخب في 2004 كان في حماس انطلاقة أولى كأس آسيا للمرة الأولى، رغبة كبيرة كبيرة جدا، ومنشاهد يعني منتخبات كثيرة في مشاركتها الأولى تكون لديها روح عالية جدا. اليوم الحين تعودتوا يعني نقول رابع مشاركة، تعودنا خلص تعودنا على أجواء الأسيوية طبعا تعودنا، وهذا يزيدنا خبرة. يعني سلاح ذو حدين، ممكن اللاعب اعتاد شارك بال2015 شارك بال2011، لكن هذا بزيدنا خبرة. وبالمناسبة المنتخب الأردني يعني طالما كان يرتكز بالدرجة الأولى على الروح القتالية، وأعتقد أن المنتخب الأردني قادر. دائما وأبدا الحديث داخل أروقة المنتخب الأردني عن مشاركة 2004، عن مشاركة 2011، عن تناسي تجاوز ما حصل في 2015. 2015 هي الأضعف. نعم. تتخوفون من تكرارها؟ أكيد. في الإمارات. أكيد أكيد أكيد، يعني هو قلق دائم بالنسبة للمنتخب الأردني، لأنه كان انعكاس 2015 حتى يومنا هذا في غضب من الشارع الرياضي بالأردن، في عتب على المنتخب الوطني، بعديها خرج من تصفيات المؤهل لكأس العالم 2018، كانت 2015 نقطة تحول سلبية. بأي معنى يعني نقول فني الانعكاس، فني أو معنوي أكثر؟ تكلم عن أربع سنوات بكل النواحي، يعني تغيير مدربين على المستوى الفني، الجمهور ابتعد نوعا ما عن المنتخب الأردني، الإعلام بدأ يهاجم المنتخب الأردني إن صح التعبير،
كانت الأمور الأجواء كلها غير مساعدة على أن المنتخب الوطني ينهض من جديد. لكن بصراحة يعني الاتحاد مضى بالمنتخب، المنتخب يعني يحاول قدر الإمكان. مشكلة كبيرة، الجمهور يبتعد طبعاً والإعلام يهاجم في نفس طبعاً الوقت. طبعاً الآن يعني من رحم المعاناة المنتخب الأردني بحاول أنه يصعد. يعني الوقت الحالي إحنا نكون واقعيين، يعني النتائج غير مرضية، الجمهور عاتب، الإعلام بيهاجم، المنتخب الوطني يشعر نفسه واتحاد كرة القدم أنه وحيداً في كأس آسيا 2019. لكن إن شاء الله بدأنا نلمس نوع من الدعم، الجماهير بتتحدث معنا يومياً، تبعت رسائل بتطمئن أنها رح تكون معنا، وإن شاء الله تعالى نكون عند حسن ظنها يا رب. يعني شعاركم اللي الشعار اللي ظاهر على الباص، اجعلوا الأردن فخوراً. نعم نعم نعم، هذا هو يعني صوب أعيننا بكل هذا الشعار صراحة. مغروس عند اللعيبة وانت قريب منهم بكل تأكيد، ونكون واقعيين، اللاعب يعني ذاهب لكأس آسيا ليدافع عن كرامته، ليدافع عن وطنه، ليدافع عن كل شيء. لدينا حلم كبير في كأس آسيا 2019، إن شاء الله تعالى نكون بحجم هذه المسؤولية. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. إحنا بنتمنى إن شاء الله إن نوصل حتى المباراة النهائية، لما لا إن نحقق اللقب. لكن أهم شيء الرغبة والإصرار، وهو يعني من طمئن جمهورنا أنه موجود بقوة. ونعم بالله. ننتقل إلى صفحة الثانية، هذه مرة من الدستور الأردنية. الدستور تقول: فيتال يؤكد على أهمية المعسكر الأخير للنشامة. أستاذ محمد، المعسكر نقول مسقط ثم معسكر الدوحة، هل بالفعل حقق الأمال المطلوبة هالمعسكرين؟ يعني بواقعية ومنطقية نعم. بمسقط المنتخب ركز على جانب، هو جانب البدني والجميع واقعية يعني. ومنطقية نعم، لأنه على مستوى شو؟ على مستوى النتائج؟ على مستوى واقعي، نكون واقعيين، عندما تأخذ اللاعبين تقريبا شهر وانت على ارض الواقع بتشوف مقدار التحسن، مقدار الانسجام مع النهج التكتيكي، يعني اللاعب عم بتشبع النهج والفكر التكتيكي اللي بنقل له المدير الفني فيتال بوركلمنز. هذا بامر بنشاهده وبنعيشه يوميا. منطقيا نعم، لانه المنتخب بدنيا بتصاعد. الخسائر اللي انت اليوم تتحدث عنها واللي الشارع الرياضي غاضب بسببها هي امر بيجعلنا نوقف كثيرا، نستخلص منها الدروس والعبر. ممكن تفوز فوز خادع، ممكن تحقق نتيجه جيده وتحتفل وتحكي إحنا وصلنا لمرحلة جيدة، تأتي صدمة في كأس آسيا. بالنسبة إلي كصحفي محايد، لو افترض أني أنا بعيد عن المنتخب الوطني، تخسر تقف عند الخسارة أفضل بكثير من أنك تفوز وتطمئن، ما تكون إبر تخدير. نعم. بالنسبة للمنتخب هي تماماً حتى أن لا تكون إبر تخدير للمنتخب الوطني. الخسارة بهذا التوقيت تتوقف عندها بشكل إلزامي لترى أين وصلت، لماذا خسرت، حتى لا تعيد الكرة في كأس آسيا. هل رتم المنتخب كان يرتفع من معسكر مسقط إلى معسكر الدوحة على المستوى البدني؟ كيف المؤشرات؟ كيف على المستوى البدني نعم وصلنا بدنيا وفنيا. أنا بدنيا راح أفصل لك إياها. على المستوى البدني نعم وصلنا إلى مرحلة مرضية. على المستوى الفني زي ما بتعرف المنتخب الوطني لعب بطريقة 4-3-3 أمام قرغستان وقدمنا مباراة مثالية بغض النظر عن النتيجة والهدف تلقيناه في آخر الثواني. أمام قطر منتخب كبير متطور يلعب وهو يعلم ماذا يريد. نعم الكل بيحكي منتخب قطر أول مباراة ودية له، تجمع مؤخرا، لكن هو منتخب كبير ومنتخب يحترم، منتخب تجاوز مرحلة التحضير والبناء بعكس المنتخب الأردني اللي بالكاد فيتال من 3 إلى 4 أشهر معه. الآن فنيا قدمنا مستوى جيد في الشوط الثاني بعد التغير التكتيكي من 3-5-2 إلى 4-3-3، وهذا مؤشر أن المنتخب الأردني بدأ يضع يده على المكامن الأساسية اللي راح يبدأ فيها بكأس آسيا، وهذا هو المعيار. محمد، هذه نقطة ضعف أن المنتخب يمكن من 4 أو 5 أشهر موجود مع المنتخب مع مدرب فيتال، مدرب مغمور أيضا. يعني على المستوى الأوروبي هو لاعب معروف، هو مدرب عمل كمساعد لمارك ويلموتس مع المنتخب البلجيكي 4 سنوات، لاعب منتخب بلجيكا كمساعد مدرب، شارك في كأسي عالم، في كأسي عالم كمدرب وكلاعب، لديه خبرة البطولات الكبرى. الآن جاء إلى الأردن بشهر 5 مساعد المدرب قدير جمال أبو عابد مدربنا الوطني، ومن ثم عمل مع اللاعبين، اطلع على واقع الأندية، على بنيتنا التحتية، عقلية اللاعب الأردني، حتى شهر 10 لما تم تعيينه أو شهر 9 تم تعيينه كمدير فني للمنتخب الوطني. أول مرة يتعامل مع العقلية العربية بشكل مباشر. هذا هو النقطة الأساسية اللي راح نتحدث عنها. الآن هو يريد أن يأخذ وقته للتعامل مع اللاعب العربي، كيف يفكر اللاعب الأردني. بيطول محمد كذي؟ والله أعتقد أنه تجاوز وقطع شوط كبير جدا، اللاعبين الآن ملتفين حوله، لديه علاقة طيبة للغاية مع اللاعبين، فكره التكتيكي عم بتطبق على أرض الملعب، عم بيشوف اللاعب الأردني وين جيد وين اللاعب الأردني ممكن يظهر عليه بعض نقاط الضعف، وهذا هو اللي احنا بنستخلصه من المباريات الودية. مثل ما نقول الميدان يا أحمد، ننتظر البطولة ونشوف على أرض الواقع. نذهب إلى الصفحة الأخيرة اليوم من صحيفة الرأي
أيضا تابع فيه أن شاما يخسر أمام نظير القطري والدين. سيد محمد نقول خسارة من قرغستان وخسارة من الأدعم منتخب القطري، ماذا بعد نتكلم فيه؟ حالة خوف، هو قلق مفهوم، قلق ونبض الجمهور، يعني احنا نقول نتكلم عن نبض الجمهور. نعم نعم، وضع يعني لا يلام الجمهور، لا يلام الجمهور، نحن نتفهم، والآن علينا أن يعني نعي ماذا نريد من الجمهور. نحن نتفهم غضبهم وعتبهم، لكن بنفس الوقت عليهم أن يكونوا معنا. إحنا الآن بمرحلة حساسة للغاية، علينا أن نشهد دعم الجماهير معنويا، تواجدهم معنا ورسائلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كونوا حريصين على المنتخب الوطني، تضع ثقتك بالمنتخب الوطني ولكل حادث حديث بعد كأس آسيا. اليوم قدم اللي عليك، وقف مع منتخب بلدك، ادعمه نفسيا، كون جنبه بالمدرجات، كون حواليه، استقبله في المطار. بعد ذلك، بعد كأس آسيا، تعال نوقف سوا ونحكي وين أخطأنا، هل كنا جيدين، هل كنا سيئين. لكن الجمهور قبل أن يحاسب المنتخب عليه أن يقوم بدوره على أكمل وجه، ومن ثم ينظر ماذا سيفعل المنتخب. هو يعني إحنا ما رح ندخل في الأمور الفنية بشكل مفصل، برنامجه ما يخص في هذه، لكن يقال أن المدرب يعني يعتمد على طريقة 3-5-2. نعم، هل هذا مشروع؟ واقعيا هو بدأ ب3-5-2، ولعبنا أمام وصيف العالم كرواتيا في رياكا وخسرنا بصعوبة 1-2 أمام وصيف العالم، وكان لديه أغلب النجوم حاضرين في المباراة وشاركوا فيها باستثناء مودريتش وراكيتيتش وبريزيتش. لكن المدرب الآن في مرحلة اختبار للاعبين، اختبار للنهج التكتيكي وأثره على اللاعبين. اللاعب المرونة التكتيكية اللي عنده قال من البداية، بالمناسبة أنا لدي خطتين لعب، طريقة 3-5-2 و4-3-3. جرب 3-5-2 وجرب 4-3-3، يبدو لي ذلك، وهذا من رأي محايد. 4-3-3 يتحسن أكثر، تحس تقريباً المنتخب تقريباً المنتخب، لأنه المنتخب محتاج عليها سنوات طويلة. 3-5-2 هو مشروع طويل الأمد إن صح التعبير، مشروع على فترات معينة المنتخب ممكن يستوعبه، يكون مقنع بهذا الأداء، يظهر بشكل مناسب جداً. هو يريد أن يكون المنتخب مرن تكتيكياً، وأعتقد أنه يمضي بشكل ثابت نحو هذا الاتجاه. ماذا عن ودية الأخيرة أمام الصين؟ تتوقع خسارة ثالثة؟ ان شاء الله لا، ان شاء الله لا، يعني ان شاء الله ان شاء الله لا. احنا طبعا نحكي الخساره بنستخلص منها الدروس والعبر وفائده جدا، لكن الجانب المعنوي مهم جدا بالنسبه لنا. احنا ما دخلنا قرغستان عشان نخسر، ولا لعبنا من اجل الخساره امام قطر. الخساره هي مفيده بكل الاحوال، ننظر الى الجانب الممتع، لكن معنويا تاثر على اللعيبه. معنويا يعني خلينا اقتبس انا من اللي حكى فيتال اليوم بحديث بينه وبينه، قال بصريح العباره هي امر غير جيد للاعبين لكن امر جيد للجهاز الفني. الخساره في المباريات الوديه اللاعب ممكن يكون محبط، لكن أنا بشوف وين اللاعب بغلط وبحسن فيه. هذا هو المعيار. الفوز ممكن يكون جيد للطرفين، لكن الخسارة بتهز الجهاز الفني أكثر وبتخليه يعمل على النقاط. مجموعتكم سوريا وفلسطين واستراليا. نعم، دربيات. ولعبتوا الوديات قرغستان وقطر والصين. نعم. متقاربين من بعض؟ يعني المنتخب القطري بيلعب على طريقة الاستحواذ، وهو أمر مشابه جدا للي راح نواجهه تقريبا في مباراة استراليا، مباراة الافتتاحية. المقابل المنتخب القرغستاني منتخب جيد متطور يحترم، تقريبا يشابه المنتخب الفلسطيني، الى جانب ذلك المنتخب الصيني اللي يعني نفترض انه منتخب جيد على امتداد السنوات الماضيه، قريب نوعا ما من طريقه لعب المنتخب السوري، يركز على الجانب الهجومي، على سرعه نقل الكره كما شاهدنا المنتخب السوري في اخر سنه. اقوى مباراه بين الثلاثه هذه قدام من؟ فلسطين، سوريا، استراليا. بالنسبه للاردن؟ ايه والله بالنسبة للأردن أعتقد مواجهة حامل اللقب هي بحد ذاتها يعني حافز مضاعف، تواجه منتخب أستراليا اللي على أرضك. أنتم موفقين مع أستراليا في العادة، تاريخكم يقول على أرضنا، نقول على الأرض العربية الحمد لله رب العالمين قادرين أنه دائما نحقق الانتصار، وإن شاء الله أنها تستمر. لأنه أنت بالنسبة لك مواجهة حامل اللقب سلاح ذو حدين، إما إذا خسرت لا سمح الله لا قدر الله تحكي معلش حامل اللقب بعوض، إذا فزت فهو دافع معنوي كبير، وإن شاء الله نفوز. سوريا الأصعب ولا فلسطين؟ الواقع بيحكي سوريا. الواقع يقول سوريا. الواقع يقول سوريا، لأن سوريا قدمت نتائج استثنائية بتصفيات كأس العالم الأخيرة، منتخب متطور لديه خط هجوم قد يكون من أحد أفضل خطوط في القارة الآسيوية ككل. لكن منتخب فلسطين أيضا لا يستهان فيه، منتخب متطور، منتخب جيد، لديه نتائج طيبة للغاية. فأعتقد أن مجموعتنا بصراحة ديربيات، مباريات قوية مع أشقاء إلى جانب حامل اللقب. فيها ريحة الثأرية هالمباريات؟ يعني هو قيل في السابق أن المنتخب الأردني واجه فلسطين مرة فاز بخماسية، واجه سوريا مرة في كأس آسيا تفوق عليه وأخرجه من الدور الأول، ثم واجهه في تصفيات كأس آسيا 2015 أيضا تفوق عليه وأخرجه من التصفيات. المنتخب الأردني بفضل الله نتائج جيدة أمامهم، حتى القرب الجغرافي أيضا، بس ناقصكم لبنان. هو بكل تأكيد بلاد الشام كلها في مكان يعني حطوا لنا لبنان بصير ممتاز الأمور. لكن أعتقد أنه القرب الجغرافي، نوعية اللاعبين، عقلية اللاعبين،
تقارب الشعوب في هذه المنطقة أعتقد بتجعل المباريات إنها مباريات ساخنة على المستوى الرياضي، لكن نبقى أشقاء على المستوى الرياضي طبعاً. بغض النظر عما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الأخوة والمحبة وتمنياتنا بالتوفيق للجميع. إن شاء الله يكون ثلاث منتخبات عربية، والآن بتأهل ثلاث منتخبات، إن شاء الله يكونوا المنتخبات العربية الثلاث بإذن الله. ضيف الكريم، مشاهدينا نذهب إلى فاصل، نواصل بعده رصد مع محمد العياصرة، كونوا معنا فلدينا المزيد. أهلا بكم مجددا في رأس، نرصد معا حظوظ النشامة في كأس آسيا مع ضيفنا محمد العياصرة. محمد، في كل حلقة يقع الاختيار بين فقرتين ثابتين، الأولى عن دينامو المنتخب والثانية عن ربان المنتخب. نشوف الدينامو مع بعض الأول، يلا الدينامو. الدينامو طبيعة الحال هو موسى التعمري، الورقة الرابحة صوب المنتخب الأردني. تتفق معنا هو الدينامو؟ أكيد. وليس تقريب شأن الآخرين. أكيد أكيد، لاعب متطور جدا، لاعب وصل لمرحلة يعني الآن يقال عن سعر 15 مليون يورو، هذا رقم جديد على الكرة الأردنية على اللاعب الأردنيين. هو مثال يحتذى، لاعب 21 سنة في أبويل، العروض من فيورنتينا، كالياري، الدوري الإسباني، الدوري الألماني. كنت بحديث معه قبل البرنامج وسألته عن يعني وصل أمس الدوحة. وصل أمس، وصل على الملعب مباشر، حضر مباراة قطر والصبح تدرب أول تدريب. لاعب هذا يعني لاعب مجتهد، لاعب متواضع جدا، يدرك ان امامه الكثير ليقدمه وامامه الكثير ليتعلمه، وهذا معيار للنجاح لاي لاعب. بيصنع الفارق خصوصا محترف مثل ما ذكرت. يعني احنا شاهدنا في مباريات كثيره امام قبرص، شاهدنا امام كرواتيا، شاهدنا امام في محكات صعبه للغايه، واظهر معدنه. لاعب من طينه مميزه جدا. تكلم هو موسى، هو فرد في المجموعه، لكن التشكيله بشكل عام مؤهله؟ شوف، ممكن المنطق بيحكي إنه موسى التعمري جزء من مجموعة، لكن المجموعة طريقة لعب المنتخب الوطني في هذه الأيام تناسب موسى. اللعب في منطقة العمليات في وسط الملعب وترك مساحات للأطراف، أعتقد موسى بحب يلعب على المساحات، وهذا ما يقدمه في نادي أبويل وقبل ذلك في الجزيرة وشباب الأردن. أعتقد هذه الطريقة تناسبه للغاية، وهذا اللي بيجعلنا متفائلين إنه موسى يقدم أفضل مما عنده. لاعب موهوب، طموح جدا يعني. والفريق فيه مزيج لو لاحظت من الخبرة والشباب، وهذا طبعاً بيخدم طبعاً موسى بشكل كبير. طبعا يعني موسى على اليسار على يمين الملعب 21 سنة، على اليمين ياسين البخيت 31 سنة، لاعبين سريعين بخصائص مختلفة لكن مهاريين على مستوى عالي جدا. وأعتقد مفتاح لعب المنتخب الأردني دائما راح يكون رباعي في المقدمة يتقدمهم موسى وياسين. الإضافة الحقيقية لموسى الفريق شو تكون؟ جانب الفردي، جانب الفردي وتسجيل الأهداف. موسى يعني لاعب مهاجم يمين، ممكن يلعب خلف المهاجم، يتقن تسجيل الأهداف. على هذا الأساس انطلاقاته السريعة أعتقد ستكون حلول الفردية مطلوبة عند أي منتخب. موسى حل فردي مناسب جدا للمنتخب الأردني. هو سنه صغير يعني عنده خبرة المحترف هذه بشكل كبير، تقدر تخدم الفريق والمنتخب الأردني يعني فنيا معنويا قيادة، خلينا نقول هذا اللي احنا راح نكون واقعيين ونحكي انه محظوظين جدا بان موسى يحترف في قبرص، يتجرع نوع جديد من كرة القدم، من الخبرة، اصبح لديه خبرة، اصبح ناضج على مستوى الشخصية الكروية. اعتقد هذا سينعكس ايجابا على المنتخب الأردني. لاعب الان ليس لاعب محلي متقوقع على نفسه، لا بالعكس، لاعب واجه فرق كبيرة في اوروبا، يتعلم من زملائه في الدوري القبرصي وينظر كيف تسير الكرة في أوروبا. أعتقد أنه هذا سينعكس على المنتخب الأردني ويقدم شيء مميز مع أبويل القبرصي، خصوصاً المباراة الأخيرة يعني، وهذا شرف لنا جميعاً. خمسة أشهر لاعب بيع تقريباً مليون دولار، الآن سعره وصل ل 15 مليون يورو إلى جانب عروض في الدوريات الخمس الكبرى تقريباً. أعتقد أنه هذا شهادة تدل على أنه اللاعب حالياً وصل إلى مرحلة جيدة جداً قياساً بعمره. ذكرني شوي بأحمد أبو غوش اللي جاب الذهبية في الأولمبياد. بالتأكيد نموذج آخر. بالتأكيد، لكن في كرة القدم هذه المرة. بالتأكيد المرة. يعني أحمد أبو غوش بنوجه له التحية، مميز جدا في التايكوندو، حقق ميدالية أولمبية جميعنا فخرنا فيها نحن كعرب. وأعتقد أن موسى التعمري سيكون خير سفير. الجميع حاليا بذكروه بمحمد صلاح، بيحكوا محمد صلاح موسى التعمري مو التعمري حاليا. أعتقد أنه لاعب يملك الكثير، عنده طموح عالي، طموح العالي بيجعلك دائما مرتاح تجاهه، لأنه اللاعب عارف إيش بده، عارف لوين بده يوصل. نروح للفقرة الثانية والثابتة معنا، الحديث عن الربان هذه المرة، ربان المنتخب والمدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز. سيد محمد تولى التدريب في سبتمبر مثل ما ذكر المدرب، لا شك يبحث عن إنجازات مع المنتخب الأردني. هل فعلا وجد هذا المدرب ضالته مع النشامة؟
شوف بهاي المرحلة المنتخب الأردني يحتاج فيتال، وفيتال يحتاج المنتخب الأردني. هي توليفة طيبة جدا. فيتال يعمل المرة الأولى في المنطقة العربية كمدرب رئيسي للمنتخب، ومنتخب جيد لديه صولات وجولات، وكان قريب جدا من كأس العالم 2014 لولا التعثر أمام الأرجواي. أعتقد أنه فيتال يملك منتخب لديه تاريخ جيد ومستقبل واعد. هو يريد أن يحقق النتيجة في أرضية خصبة مع المنتخب الأردني، لاعبين مميزين، لاعبين كبار، أصحاب خبرة، مواهب. يملك المنتخب الإمكانيات ليتألق مع فيتال، وفيتال لديه الإمكانيات أيضا ليكون. بس اسمه كمدرب مش متداول بشكل كبير في المنطقة، كل لكن يبحث عن الإنجاز، عنده طموح. بالتأكيد يعني زميل جاسم، يعني أنت خلينا هذه النقطة يمكن في صالحكم أنت. طبعا طبعا، هي لكل انطلاقة بداية، وأعتقد أنه قد تكون انطلاقته نحو التألق في منطقتنا العربية وفي منطقتنا كمدرب أو كمدرب رئيسي حول العالم، مدير فني. أعتقد هو قادر على أن تكون بدايته جيدة جدا مع المنتخب الأردني إن شاء الله. بعد الخسارة مع قرغستان قال إحنا كان عندنا فرص كبيرة، لكن خسر مع المنتخب القطري اللي أدعم. كيف تقرأ هذه النتائج؟ لا، الأمر مختلف كلياً. خلي الأمور مفصلة. القرغستان منتخب الأردني يمتلك الكرة بالطول وبالعرض 90 دقيقة، هجمة واحدة منسقة لم ترتقي حتى لمستوى فرصة خطرة تسديدة من خارج منطقة الجزاء، تلقينا فيها هدف وخرجنا خاسرين هاي المباراة. صنعنا الكثير من الفرص، المنطق كان يحكي 5-1 للمنتخب الأردني. لو موسى موجود كان تغير الوضع مع قرغستان؟ أكيد أكيد، لأنه موسى بيحرك الدفاع، بيسحب لاعبين، بيخترق. حتى يعني لو كان ياسين موجود أمام قرغستان، ياسين نزل أمام المنتخب القطري الشقيق في الشوط الثاني في الأمس وصنع فرص جيدة. يعني في أوراق رابحة أكيد عند فيتال. أكيد أكيد، لدينا أوراق على مستوى الأطراف وعلى مستوى العمق. أعتقد أنه المنتخب افتقد الكثير أمام قرغستان وأمام قطر. إن شاء الله أمام الصين نقدم الوجه الحقيقي ونكون مطمئنين على الحالة الفنية والبدنية والمعنوية للمنتخب. من محمود الجوهري إلى عدنان حمد إلى فيتال، جمال أبو عابد قبل ذلك كان مدارس عديدة دربت المنتخب الأردني، أي مدرسة كانت الأقرب للواقعية المنتخب الأردني أو اللاعب الأردني؟ يعني الأرقام تتحدث عن نجاح مع محمود الجوهري، نجاح مع عدنان حمد، مدارس العربية. لكن هذا لا يعني أنه المدارس الغربية والمدارس المدربين الوطنيين ما كان لهم بصمة. أعتقد أنه حالة التوفيق كانت جيدة في فترة المدرب القدير عدنان حمد، وأيضا في فترة محمود الجوهري قدمنا مستويات جيدة مثلا مع بول بوت، لكن لم نوفق. إن شاء الله نكون موفقين في مع فيتال. كم مدرب في 8 سنوات؟ 8 مدربين في 4 سنوات نتكلم، 8 مدربين. لا تحسبهم علينا، في بعضهم مؤقتين يعني. هذول لا يحسبوا، لا يحسبوا، نشيلهم من الحسبة. هذول مؤقتين استلموا فترة مؤقتة، لكن مثلا خلينا نعدهم: بول بوت، جمال أبو عابد، حاليا فيتال، عبد الله أبو زمع استلم بفترة، الكابتن أحمد عبد القادر استلم بفترة قصيرة. يعني إذا ما خانتني الذاكرة أعتقد 4-5 لاعبين مدربين، في منهم فترات قصيرة أسبوع أسبوعين شهر شهرين لأهداف معينة، كان مجلس إدارة الاتحاد برئاسة سمو الأمير علي يضعهم لأهداف معينة، ينتهي الهدف ومن ثم تبدأ مرحلة جديدة وعهد جديد. كلمة أخيرة للجمهور الأردني، وقلت لنا زعلان من المنتخب. نعم، شو تقول له؟ شوف، الجمهور الأردني وفي، وإحنا طمعانين دائما وأبدا بوفائه، وأنا متأكد تماما يعني من طريقة بيع التذاكر حاليا في كأس آسيا، أنا ألمس أن المنتخب الأردني الجماهير الأردني ستكون على الموعد إن شاء الله. نتمنى في هاي المرحلة اللاعب الأردني ممكن يدخل على الفيسبوك على الإنستغرام يقرأ أمور ممكن تأثر عليه سلبيا، نتمنى أنهم يوقفوا معه، يبتعد عن النقد. مرحلة النقد إحنا ملحقين، يعني في عندنا كأس آسيا وبعدها تصفيات كأس العالم، كون معه، وقف معه، وإن شاء الله بعد ذلك لكل حادث حديث. يعني إذا في نقد خليه بعد البطولة، أجله إن شاء الله يكون مديح مش نقد إن شاء الله. لأنا نصل إلى ختام برنامج راس، أشكر ضيفي محمد العياصر منسق الإعلام المنتخب الأردني، شكرا جزيلا على التواجد. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا لنقطة النهاية، ملتقانا يتجدد غدا في نفس التوقيت 8 مساء بتوقيت الدوحة، حلقة جديدة من راس نرصد خلالها المنتخب العماني. كونوا على الموعد، إلى اللقاء بإذن الله.